مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نشرة المصري اليوم من القاهره والناس، ولكن بعد العناوين. مصر تتسلم الفرقات الاولى من فرنسا الفتح من طراز جويند. الحكومه تحسم مصير القوم للاجور الاسبوع الجاري. وزيرة الاستثمار تبحث مع مجموعة أبوظبي المالية زيادة استثماراتها في مصر. البترول بدء إنتاج 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا نهاية 2018. الشياطين الحمر يتسلحون بالروح القتالية ويرفعون شعار نعم نستطيع. للمرة الثانية الحرس الشخصي لأردوغان يهاجم متظاهرين في نيويورك. زعيم كوريا الشمالية: ترامب مختل عقليا وسيدفع ثمنا باهظا. وفاة أغنى امرأة في العالم وريثة شركة لوريال عن عمر يناهز 94 عاما. وطارق عباس يكتب مطلوب قانون موحد للإيجار. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. حيث استلمت القوات المسلحة الفرقاط الأولى الفاتح من طراز جويند، وذلك في احتفالية كبرى أقيمت بميناء لاريون بفرنسا. وقال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية إن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري لتكون قوة الردع لتحقيق السلام ودعم أمن قناة السويس في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة. للتعليق على هذا الخبر بنرحب في الاستوديو بالأستاذ مصباح قطب، مستشار لقسم الاقتصادي بالمصري اليوم. أهلا بك أستاذ مصباح. أهلا وسهلا. سؤالنا لحضرتك، يعني كيف تقرأ تأكيدات قائد القوات البحرية والتي تخص تطوير الأسطول المصري وزيادة تأمين الممرات التي تشرف عليها مصر؟ يعني متهيألي لازم نبص للموضوع في ضوء اللي جرى يمكن في اسبوعين ثلاثة الأخرى دول، ويمكن حتى زي ما لاحظ النهارده الزميل الأستاذ جلال نصار إنه مصر مثلا في العشرة أيام اللي فاتت الدولة الوحيدة يمكن اللي عملتها في العالم كانت بتعمل مناورات النجم الساطع مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودي كانت في قاعدة محمد نجيب يعني ناحية مطروح، وكانت ودي في بتستهلك فيها كل الأسلحة، يعني عاملة المناورات في روسيا اللي بيسموها بقى قوات النخبة، يعني الصاعقة المصرية كانت موجودة هناك ومصليين، وعامله مناورات جويه مع المملكه العربيه السعوديه طبعا عشان باب المندب اللي بيشكل اهميه مش عايزه كلام بالنسبه لنا والبحر الاحمر يعني. واحنا في فتره قصيره كنا جبنا الغواصه من المانيا، كان في من يومين ثلاثه اعلن عن طيارات ميك 29 مصر تاخدها من روسيا، قبلها طيارات الهيل يمكن انا اتكلمت عليها في البرنامج اللي هي بيسموها التمساح دي اللي هي حاجه زي الاباتشي الامريكيه، يعني اقصد اقول في تكثيف شديد في عمليه استكمال تطوير القوات المسلحه المصريه بما يتكافأ مع العدائيات المحتمله او المخاطر الموجوده بعد ما قلنا انه موضوع الصراع الرهيب في البحر الاحمر والبحر المتوسط على مصالح استراتيجيه وعلى الغاز الطبيعي والثروات الموجوده فيه، فانا شايف انه دي خطوه منطقيه تماما في هذا السياق. ويمكن زي ما اتقال برضه في تعليقات النهارده انه من المهم في الصفقه دي انه سيتم تصنيع الفخاطات الاخرى في اثنين تانيين هيجوا من فرنسا، في مصر هيبقى فيهم نسبه تصنيع محلي، هذا عمل جيد. احب اوضح انه يعني انا ممن قالوا انه الصفقات العسكريه الاخيره لمصر كانت واحده من الاسباب التي ادت الى تجميد قدر من المعونه الامريكيه، اختلف معايا ناس كتير، الناس بيقول لك لا واحنا حقوق الانسان، وانا قلت 100 مره ان حقوق الانسان في مصر فحالتها سيئه جدا، مش مختلفين على ده، لكن ما كانش ده السبب. انا على ثقه الولايات المتحده الامريكيه لما بتيجي تصلح مصر او غير مصر، بالذات مصر او الدول المنطقه يعني عندها سقف لا يمكن ان تتجاوزه اللي هو ايه، يحقق امن اسرائيل بنسبه 100%. طيب هل السقف ده يناسبني انا كمصر ويناسب يعني يمكنني من ان انا ادافع عن مصالحي؟ لا، مش هو مش معني بالحكايه دي، عشان كده احنا بنسيب للولايات المتحده وانجلترا يمكن ينطبق عليها نفس المبدا، عايزين يتعاونوا معانا اهلا وسهلا، لكن مصر لا تغلق يعني نفسها على هاتين القوتين الغربيتين، وبتنفتح على مصادر متنوعه عشان تحقق اغراض امنها القومي. علمت المصري اليوم من مصادر مسؤولة أن مجلس الوزراء سيحسم الأسبوع الجاري
مصير المجلس القومي للأجور في تشكيله الجديد بعد أن انتهت وزارة التخطيط من وضع قائمة بالتشكيل وأرسلته إلى رئاسة الوزراء تتضمن مذكرة توضيحية لمهام المجلس والتمهيد لعقد اتفاقيات مع القطاع الخاص لحل أي مشكلات تتعلق بالأجور. إذن أستاذ مصباح، هل بتعتقد أن المجلس القومي للأجور بتشكيله الجديد يتمكن حقا من إصلاح التشوهات المتعلقة بالأجور اللي موجودة في الدولة واللي ما نقدرش ان احنا يعني ما نتكلمش عنها؟ هو فعلا موضوع مثير للشجون الحقيقة. في اختلالات رهيبة جدا في الأجور في مصر، ويمكن الحاجات اللي بدأ مثلا زملائنا في الميديا والصحافة يلاحظوها ويمكن كتبت عليها مثلا أميمة كمال كتير، أو فكرة يطلع جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء البيانات بتاع الأجور في القطاع العام والخاص. طول الوقت القطاع العام أعلى وأعلى بكتير من القطاع الخاص. إحنا أول ما حصل الانفتاح كان يقول لك إلحق بقى سيبك من الحكومة دي وبتاع وروح قطاع خاص، وكانت مرتبات أكبر وحصل تناقص أو يعني إيه تحجيم شوية لزيادة العمالة في السنوات الأولى للانفتاح بعد 74، لكن سرعان ما رجعت الناس تتكالب تاني على الحكومة، لأن الحكومة لا زالت بتدي أجر أعلى من القطاع الخاص، وده شيء مش مفهوم مع إن معدلات الربحيه في القطاع الخاص بالتاكيد اعلى بكتير. فاحنا محتاجين مجلس قومي. الحقيقه برضو الناس ملت شويه من فكره المجالس القوميه دي وممكن ما تعملش حاجه. انا عندي ثقه شديده جدا في الدكتوره هاله السعيد في رصانتها واتزانها انها تعمل مجلس قومي حقيقي، يعني له مرجعيه واضحه في تمثيل متوازن، مش مساله ان ده مع الحكومه اجيبه وده مش مع، لا لازم اجيب اشخاص يتمتعوا بالنزاهه فعلا والاخلاص لفكره العمل الاجر العادل وبيئة العمل الجيدة، في حاجة اسمها العمل اللائق مفهوم دولي معروف يعني، وفي نفس الوقت لازم يبقى في خبراء مستقلين في المجلس وفي ممثلين للشركات الصغيرة المتوسطة. ليه؟ ساعات باجي اطلع قاعدة وممكن القطاع الخاص الكبير يقدر يطبقها، لكن في عشرات الاف الشركات ما تقدرش، ونرتبك وبعدين ايه في الاخر نسيب الجميع يعني ايه كذا يعني. احنا لاحظنا ان في فجوه بعد تحديث سعر الصرف الحقيقه في الاجور، بعض الشركات شويه من ذاتها الحقيقه زودت اجور عاملينها، لكن لا يزال في مسافه على في القطاع الخاص مهم جدا انها يعني تقطع حتى يبقى في تناسب معقول ما بين ما يحققه الشركات من ارباح او الارتفاعات في عناصر العمل الاخرى في المدخلات وكذا، وما بين الاجور اللي بياخدها الناس. احنا منتظرين طبعا تشكيل فعلا هذا المجلس بالطريقه اللي انا قلت عليها، لانه هيحل حاجات كتيره جدا في مصر فعلا بتضايق الناس في مواقع مختلفه كل يوم وفي كل لحظه. طيب، التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المستثمر الإماراتي جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو ظبي المالية، وأكدت الوزيرة على توفير المناخ الجاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، فيما أشاد الصديقي ببرنامج الأطروحات في البورصة معربا عن اهتمام شركته بدراسة الشركات المطروحة ضمن البرنامج. أستاذ مصباح، يعني هناك إجماع بشأن عودة المستثمرين الأجانب إلى مصر والاستثمار فيها بعد خاصة يعني بعد إقرار قانون الاستثمار، هل هذا القانون بالفعل قام بنصف البيروقراطية التي كانت تزعج المستثمرين في السابق وتعوق وجودهم في مصر؟ هو ما اقدرش اقول اجماع قوي لان طول الوقت الناس لا تجمع على شيء يعني، لكن في خطوه جيده اتعملت في القانون الى حد، حتى ان بعض الاطراف بترى انه القانون كان متساهل قوي وادى حوافز كتير، لكن انا هتجاوز النقطه دي. انا بعتقد ان هو ممكن عمل يعني شفنا من جهات مختلفه تقدير للقانون ورغبه في الاستثمار في ضوء ما ورد فيه من تسهيلات قدمها للمستثمرين، وابتكروا قواعد جديده منها زي ما قلنا انك انت يبقى في مكاتب خاصه تتولى، هي عامله زي حكايه التخليص الجمركي كده قدام الحكومه، هي مفوضه من المستثمر تخلص اجراءاته وحدد مواعيد وكذا. انا بس النقطه الحقيقه المساله مبدئيه شويه في الخبر، يوم الاجتماع اللي فات كانت السيده الدكتوره سحر النصر في الغرفه الامريكيه للتجاره، فهي بتقول كلمه الاول وبعد كده بيبقى تستقبل اسئله من القاعه، ففاجئها احد الناس اللي موجودين يعني بسؤال، قال لها حضرتك بتستقبلي طول الوقت ناس يعني كبار المستثمرين، هل الصغار والمتوسطين هيبقى لهم فرصه انهم يقابلوكي؟ وهي طبعا ردت على كده قالت ان الحكومه كلها يعني مسخره جهدها لخدمه صغار ومتوسط المستثمرين، بس عايز اقول بالمناسبه دي انه لا حرج ولا عيب اطلاقا في انه كل مسؤولي الدوله يهتموا بالمستثمرين الكبار، العالم كله الحقيقه بيعمل كده، لكن مهم قوي قوي يبقى لما يعني ما يقال في قاعه مغلقه مع مستثمر كبير لازم يبقى طالع لكل الناس عشان الناس تبقى على خط واحد كلها على معرفه
ايه الاتجاهات الموجوده، لو في قرارات جديده، في الافق مشاريع جايه لازم الناس كلها تعرف بيها في وقت واحد عشان كل واحد يتهيأ ويعمل ده. ونتمنى بقى ان احنا نشوف يعني فعلا في الاستثمار الاجنبي المباشر نقله كويسه، والاستثمار المصري بالذات وهو الاصل نشوف في نقله كويسه، لان بعتقد ان لا يزال هناك يعني ما يشبه كده الاضراب ولا سدة النفس عند المستثمرين المصريين. نتمنى مع القانون ده ان يحصل تحول جيد في موضوع الاستثمار في مصر. قال طارق الملا وزير البترول ان حقلي فيوم وجيزه سيبدأان الانتاج نهايه العام المقبل بمعدل 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا، ويبدا حقل ريفن الانتاج نهايه العام المقبل ليصل اجمالي انتاج المشروع نحو مليار وستة من عشرة قدم مكعب غاز يوميا، وذلك ضمن مشروع حقول غرب الدلتا باستثمارات كليه تقدر بأحد عشر مليار دولار. ينطلق العام الدراسي الجديد السبت بدخول 22 مليون طالب في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، ووجه دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأداء الجميع تحية العلم أثناء الطابور المدرسي، وأن أي تقصير سيواجه بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه. فيما أعدت وزارة الداخلية خطة تأمينية شاملة، كما جهزت هيئة مترو الأنفاق قطارات إضافية. رفع لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي شعار نعم نستطيع قبل مباراتهم الحاسمة مساء السبت أمام الترجي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وعقد عماد متعب قائد الفريق برفقة حسام عاشور القائد الثاني جلسة مع اللاعبين، وتعاهدوا على تحقيق نتيجة إيجابية مشددين على استطاعتهم عبور بطل تونس والتأهل للدور قبل النهائي. ولن نذهب بكم مشاهدينا إلى فاصل قصير، ونواصل من بعده نشر مصر اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده قصف جبهات بين زعيم كوريا الشمالية وترامب، فتابعونا. عودة إلى نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي، حيث عقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في نيويورك اجتماعا ثنائيا مع المنسق العام للمعارضة السورية رياض حجاب، وذلك لبحث الأزمة السورية. ميدانيا استهدف قصف إسرائيلي مستودع أسلحة قرب مطار دمشق، وأكدت وزارة الدفاع الروسية استقرار الأوضاع في مناطق خفض التوتر. أستاذ مصباح، يعني في الفترة الماضية عادت النغمة الغربية المطالبة برحيل بشار الأسد من جديد إلى الواجهة بمثابة حل للأزمة السورية بعد القضاء على داعش، يعني برأيك ما هو السبب الكامن وراء عودة ذلك المطلب؟ أنا متهيألي عملية يعني ابتزاز سياسي، وكل واحد بيدور على ضوء يعني جزء من الغنيمة أكثر منه مطلب حقيقي. دلوقتي الناس تجاوزت بكتير ميدانيا على الارض، والوضع اللي في سوريا زي ما اتقال حتى النهارده، يعني سوريا استعادت 85% من الاراضي اللي كانت تحت سيطره داعش. فهتيجي تقول لي دلوقتي بشار الاسد يحل، يعني الكلام ده كان في 2005 2015 كان ماشي، و2016 حتى قبل الدخول الروسي الكثيف يعني. لكن احنا لازم نلاحظ انه طبعا عمليه في مسارين شغالين، اسيتانا ده اللي بيشوف مناطق تخفيف التوتر او تخفيف العنف يعني، وده ماشي كويس. في طبعا بعض الخروقات زي ما روسيا اتهمت الولايات المتحده انها سلطت او ساعدت العيال بتوع داعش عشان يضربوا 29 فرد من الشرطه العسكريه الروسيه الموجوده هناك لحفظ الامن زي ما هو متفق عليه ما بين ايران وروسيا وتركيا، وردوا عليهم حتى طلعوا لهم كاليبر ده المجنح من البحر وموتوا 850 واحد. المهم يعني في برضه فرنسا مثلا ماكرون في الامم المتحده اقترح ان يبقى في لجنه يعني ايه لجنه تنسيقيه لسوريا، اقتراح كان غامض شويه حتى الروس بيقول احنا مش ضد بس مش فاهمين يعني عايز ايه بالظبط. لكن انا ظني برضو ان ماكرون يعني احنا عارفين انه يعني تاريخيا طبعا فرنسا كانت هي اللي محتله سوريا وفي ولها علاقه خاصه جدا بلبنان، فعايز في لما ننقل بقى انا بقول في الاستانه اللي هي بتاع
خفض العنف دي. في عملية جنيف هي العملية السياسية اللي بتخطط بقى لمستقبل سوريا ودستورها وانتخاباتها، فكله بيفكر لانه لساتين قربت تخلص مناطق اللي تخفيف العنف تقريبا ما عادش فيها كلام، لكن اللي جاي بقى هو الموضوع. عشان كده حد ما يقول لك ايه بشار يمشي عشان نقول له طب انت عايز ايه تعالى معانا وهكذا. يعني بس يعني اعاده الاعمار ومشاريع اعاده البنيه التحتيه للدوله يعني هي دي المرحله اللي جايه. نعم. النهارده حتى برضه حضرتك فكرتيني ودي حاجه كويسه، يعني اول مره نسمع كده صوت الصين عاليا في موضوع الازمه السوريه، وطالع من اكثر من مصدر في الصين بيقول ان احنا جاهزين لعمليه اعاده الاعمار في سوريا ونساعد فيها وكذا يعني. فده مش ده الوقت اللي حد يقول فيه انه بشار يمشي. أبدت مصر ومجلس الأمن الدولي معارضتهما للاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه الأحد، وخرج المئات من محافظة نينوى في مظاهرة حشدة لرفض الاستفتاء، فيما قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن الاستفتاء مسألة تمس الأمن القومي التركي، وأنقرة لن تقبل أبدا بتغيير الوضع في العراق أو سوريا. إذن أستاذ مصباح، اليوم كان هناك كلمة لمسعود بارزاني وتحدث بطريقة حماسية ألهبت ربما مشاعر الجماهير، وأيضا كان هناك صرامة في الحديث، ومن الكلمات التي برزت في هذه الكلمة أن البشمرجة لن تسمح بأن يقع الإقليم بأيدي الأعداء، ورأينا اجتماعات لمجلس الأمن القومي في تركيا مثلا. هل تعتقد أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن كردستان العراق بالرغم من أن هناك رفض واضح وتلميح إلى تدخل عسكري من تركيا والعراق وإيران؟ هو الموضوع فيه يعني عناصر متداخلة، وأنا رأيي أنه من المفيد يعني للمحللين وللسيدات والسادة المشاهدين أن احنا لا نأخذ تصريحات الأطراف المختلفة من ظاهرة. أنا بعتقد أنه العلاقات قوية جدا بين إسرائيل والولايات المتحدة وبين كردستان، لعبوا دور كبير جدا في السنوات الماضية في فكرة التحضير للحظة انفصال. ربما يكون الهدف الأمريكي الآن أنه إحنا عايزين مع قوات حماية الشعب اللي موجودة في شمال سوريا نخلص حتى كده الأكراد سوريا، وبعدين فمن المناسب الآن تهدئة هذا الملف. قد يكون الأمريكان بيفكروا بالطريقة دي، قد يكون أيضا راغبين في النوم يعني لا يستعدوا أكثر وأكثر أردوغان، وإحنا عارفين أن فيه مسافة كبيرة في العلاقة بينهم. المملكة العربية السعودية مثلا قالت أنها بترفض الاستفتاء وانفصال كردستان، وكان الطبيعي أن أي حد يقول الله طب كردستان سنية ويمكن مفروض السعودية تشجعهم. أنا في تقديري أن المملكة العربية السعودية مدركة تماما أنه أول ما يتقال كردستان انفصلت زق بقى كل السنة عليها، ويبقى في دولة للسنة في الشمال ودولة للشيعة في جنوب العراق، وهذا خطر على الجميع الحقيقة يعني، وليس مطلوبا من أحد. حتى عراقيين كسوا أنفسهم من الشيعة والسنة يرفضون ذلك. أنا فاهم كويس جدا أنه كل من إيران وتركيا لا يريدان يعني أن يمنح الأكراد حقوقهما، لكن المعضلة هي في التالي، أنه في ناس كتير جدا في العالم رومانسيين كده زي حالاتي بيعتقدوا انه من حق الاكراد ان يكون لهم تجمع ما يعني وفي خصوصيه ما، لانهم موزعين بين 4 دول العراق وايران وتركيا وسوريا. لكن اللي حاصل دلوقتي عمليه بجد مشكوك فيها ومشكوك في محركيها ودوافعها، ليست هدفها ابدا هو حمايه مصالح الشعب الكردي وطموحاته على المدى البعيد، ولكن عمليه فيها تداخل لاطراف هدفها اساسا استكمال عمليه تفتيت العالم العربي عشان نقطع هنا وننقل على قطعه اخرى. وبالتالي يا صدول لازم نبقى حذرين قوي في التعاطي مع هذا الموضوع، رغم طبعا روعه نداءات الاستقلال والحريه والاعلام التي ترفرف يعني. قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان بلاده ستعزز قدراتها الصاروخيه ولن تطلب الاذن من احد للدفاع عن نفسها. فيما كشف قائد الحرس الثوري الإيراني النقاب عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 2000 كيلومتر، معلنا عن بدء تدريب أفراد قوات الصواريخ على استخدام الصواريخ الصاروخ الجديد الذي من المتوقع أن يدخل حيز الخدمة قريبا. أستاذ مصباح، يعني اتفاقية تحجيم إيران لتطوير سلاحها النووي والتي صدرت من قبل الأمم المتحدة منذ ما يزيد على 10 سنوات، يعني نرى إيران تضرب عرض الحائط بهذه الاتفاقية ومستمرة في تطوير سلاحها النووي طوال تلك السنوات، لكن
يعني نبرة التصعيد الإيراني الغير مبررة هذه الأيام، كيف قرأتها؟ يعني أنا عايز أقول طبعا في أكثر من مصائب له علاقة بنزع أسلحة الدمار الشامل، ومنها طبعا الأسلحة النووية والكيماوية وكذا، وفي الاتفاق بتاع 5+1 اللي هو يمكن يعنينا الآن أكثر شوية، اللي فيه يعني الدول الأوروبية، 4 دول أوروبية وروسيا مع إيران، واللي انتهى إلى الاتفاق اللي احنا عارفينه، واللي ترامب بيقول إنه ليس مناسبا وإنه ده سيء جدا، وحتى قال في الأمم المتحدة إن أنا انتهيت إلى قرار فيما يتعلق بالاتفاق النووي، يعني انتهيت إلى قرار، رسالة فهمت على إنه في حاجة وحشة هتتعمل في الاتفاق في خلال أيام، رغم الأطراف الأوروبية نفسها بتقول إنه الاتفاق يجب الحفاظ عليه وتنميته، لكن يعني مش إلغائه ولا تغييره بشكل جذري. الشهادات الدولية نفسها بتقول الحقيقة إنه لم تنتهك الاتفاق، السعودية بتقول إنه إيران بتنتهك روح الاتفاق، لأنه أساس الاتفاق للسلم والتهدئة، فلا يجب بالتالي إن إيران تمارس، دي تخييجة لكن مهمة، تمارس عمليات الهيمنة اللي بتحاول تعملها في المنطقة. لكن أنا بقول قولا واحدا، السياسة الإيرانية ذكية جدا في المناورة الحقيقة، وفي فهم الأطراف الخارجية وكيفية التعامل مع كل جملة وكل حدث، ايه كلهم في وقته. اول ما تمام بقى الجمله دي انا عن نفسي توقعت ان يبقى في رد فعل يعني عسكري من ناحيه الايرانيين، لما تمام بقى يعني ان انا توصلت الى قرار بما يعني ان في عقوبه او في خطوه جايه على ايران، فهو عايز يقول له ان احنا جاهزين لاي حاجه، وان قوتنا العسكريه هي قادره على صد اي هجوم او اي عمليات عدائيه تجاهنا. وفي نفس الوقت لازم نعرف انه الايرانيين بيلعبوا على حته ان اتفاق 5+1 ما فيهوش شق له علاقه بموضوع الصواريخ البالستيه اللي هي البعيده المدى، ومتعلق بس بالمنشات النوويه والتخصيب وما واجهزه الطرد المركزي وما الى ذلك. فدي الفكره يعني في الموضوع. للمره الثانيه هاجم الحرس الشخصي لرئيس تركيا رجب طيب اردوغان المتظاهرين الامريكيين خلال القائه خطابا في نيويورك، واخرج الحرس الشخصي الذي تواجد باعداد كبيره المتظاهرين من القاعه بالعنف، وكان العديد من المتظاهرين وغير المؤيدين لسياسه اردوغان قد تجمهروا امام الامم المتحده حاملين لافتات تندد بسياسته. توعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع ثمن باهظ بعد تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ، واصفا إياه بالمختل عقليا. في السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام يابانية أن 3 شركات طيران أوروبية اتخذت قرارا بتغيير مسار رحلاتها فوق اليابان بسبب الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق مؤخرا. أعلنت السلطات المكسيكية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الثلاثاء العاصمة مكسيكو ومناطق مجاورة لها، ووصل العدد إلى 273 قتيلا، ويبذل رجال الإطفاء والشرطة والمتطوعون جهودا مضنية للبحث عن ناجين محتملين تحت ركام المباني المدمرة، ويعد من أقوى الزلازل التي ضربت المكسيك منذ 32 عاما. أعلنت ابنة الملياردير الفرنسية ليليان بيتنكوغ وفاة أمها وارثة عائلة بيتنكوغ، والتي كانت قد أسست شركة لوريال العملاقة لمستحضرات التجميل، وذلك عن عمر يناهز 94 عاما. وكانت المتوفاة والتي صنفتها مجلة فوربس كأغنى امرأة في العالم وريثة للمجموعة التي أسسها والدها قبل نحو قرن من الزمان عندما كان صانعا لصبغة الشعر. فاصل قصير ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة، والناس تابعونا. عودة مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. أما الآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت
تحت عنوان مطلوب قانون موحد للإيجار، يكتب الدكتور طارق عباس في عدد السبت من المصري اليوم متحدثا عن أزمة وجود قانونين للإيجار، الأول قديم ظالم للمالك والثاني جديد ظالم لمحدودي الدخل، مطالبا الدولة بنسف القانونين وإصدار قانون موحد يراعي الحد الأدنى والأقصى للإيجار بحسب التشطيب ودرجة المنطقة، وتحرير عقود جديدة للإيجار القديم وتجريم مستأجر الإيجار القديم إذا ثبت امتلاكه لوحدة في منطقة أخرى وإلغاء توريثها. أستاذ مصباح، يعني كلام مهم عن مشكلة قديمة، برأيك هذه المشكلة كيف تؤثر على سوق العقارات في مصر، وما هي العقبات التي تقف أمام مؤسسات الدولة لحلها؟ أنا أولا يعني بفرق بين حاجتين، وده معياري أنا، يعني ما بين سوق العقارات وسوق المساكن. العقارات مجال أكتر للمضاربة، يجي مثلا حد من السعودية يشتري 20 شقة وبعد شوية يبدأ يبيع واحدة بواحدة، أما يركنهم كذا سنة، من مصر نفس الحكاية. وأنا لاحظت أن حتى شرائح من الطبقة المتوسطة العليا في مصر من 10-15 سنة كده استهوتها أو اللعبة دي، فكل شوية تشتري وتبيع شقة والكلام ده. فده مجال كده مرهق أو محتاج تنظيم كده لوحده لسه ما اتوجدش في مصر. قال لك نطلع لائحة عقارية ونعمل. وأنا بالمناسبة دي عندي اقتراح برضه خاص بي أنا. احنا دايما لما يجوا يفرضوا الضريبه العقاريه يقول لك ايه، يعني مشغوله على غير اتمام او تامه ومشغوله، يعني شقه مش متشطبه بس مسكونه او متشطبه ومسكونه، دي اللي بيفرض عليه. انا في تقديري وبتمنى الحقيقه انه الحكومه تفكر في هذا، انه لازم ادي للي واخد رخصه البنى 4 سنين مثلا ماكسيمم، وبعد كده افرض ضريبة عقارية حتى لو ما كانش قوم ولا دور. ليه؟ لانه هو بيركن المساكن لمده طويله جدا ما يكملهاش، وهو يقول لك انا مش قلقان. ليه؟ كده كده ثمنها بيزيد، كان انا حاطط فلوسي في بنك واكتر كمان. وبالتالي احنا نشوف لما نفوت على الطريق الدائري وانا جاي وانا رايح مثلا، بشوف عشرات ان لم يكن مئات الالاف من الوحدات اللي مش متشطبه ومش مسكونه، وما باخدش انا عليها ضريبه عقاريه ولا الناس، ولا هي مطروحه في السوق عشان الناس تسكن فيها، فبالتالي الايجارات تهدى. وزي يمكن ما قالت مرة الدكتورة جليل القاضي، احنا عندنا 12 مليون وحدة سكنية مش فاضية، ومدوخين نفسنا بقى نبني، والقاهرة الجديدة وأسوان الجديدة وبني سويف الجديدة، ماشي شيء جيد ان يبقى عندنا مدن حديثة ومختلفة، لكن ايضا اهدار رهيب للثروة المصرية ان يبقى عندنا هذا العدد من الوحدات غير المشغول. فاقصد اقول في حاجة اسمها سوق العقارات. سوق الاسكان بقى انا مش بالظبط مع فكرة انه قانون موحد، مش دي القصة. ساعات في مصر نقول ايه، يا قانون موحد، وبعد ما نعمل قانون موحد يقول لك ازاي يا باشا نحط ده على ده، احنا عايزين قانون لكل واحد لوحده. فهو نرجع في الدوره دي كتير قوي، نفك ونركب. القصه الاساسيه ان احنا عايزين مبادئ واحده لعمليه الايجارات، وانا هنا بتمنى الحقيقه ان الدوله تنظر بعنايه، والساده والسيدات اعضاء البرلمان، الى المقترح اللي كتبه بشكل تفصيلي جدا الدكتور سمير تناغو، استاذ القانون المدني في جامعه اسكندريه، واحد من الناس الفذه الحقيقه في مصر، يعني على عامل مقترح بقانون الحد الادنى لاجره الوحدات السكنية. الحد الأدنى يعني ما يصحش تقل عن كذا، والباقي بقى إيه ده إيه يتم التفاوض عليه، عشان يبقى القديم والجديد معا، لأن إحنا عندنا مشكلة في المساكن القديمة. صحيح. اللي يعني ناس يقول لك ماتت وانتحر، وأنا مقدر إن في ناس فعلا اتظلمت فيها شقة، يقول لك في الزمالك بستة جنيه وبتاع وده إيه إلى آخره يعني. فأقصد أقول إحنا محتاجين حاجة قاعدة تحكم عملية تأجير المساكن في مصر، وزي ما أقول لازم يتكامل معاها إنه نجبر أصحاب الوحدات غير المتشطبة ومش المطروحة نديهم مهلة زمنية ثم نطبق عليه ضريبة عقارية. ممكن على فكرة زي ما عرفت، يمكن أنا كنت في لاتفيا من يومين، الضريبة العقارية ما هيش يعني ريت واحد أو معدل واحد، بتختلف من مكان لمكان. ده أنا ممكن أخلي الضريبة العقارية أكتر على المساكن اللي بيتم تعمد تعطيل إتمامها عشان للمضاربة عليها لاحقا. فأقصد أقول ده موضوع مهم جدا للمصريين، هيريحنا كتير ويريح كل الأطراف لو تفكرنا فيه بجدية. بس أنا عايز أقول إنه قد يكون هناك مستفيدين من الوضع الحالي، إنه نخلي سوق المساكن مرتبك عشان الناس تفكر في التمليك، وتخش بقى في سوق المضاربات العقارية بأهواله والارتفاعات الأسطورية اللي فيه. أوروبا كلها زي ما بنشوف كلها إيجار، وعشان اسكن بالايجار زي ما مطمن ان انا هقعد كذا سنه، ما يجيش فجاه كشهرين يقول لي ايه يا تمشي او نعلي او كذا. لازم يبقى في قواعد عادله تحكم العلاقه بين الاطراف. اما الان مشاهدينا نذهب بكم الى فاصل اخير، ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهره والناس.
عودة مرة أخرى للنشر المصري اليوم من القاهرة والناس. أمل أن نتعرف على أسعار الذهب. جرام عيار 24753 جنيه، جرام عيار 21659 جنيه، جرام عيار 18565 جنيه، جرام عيار 14439 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب 5272 جنيه. ولا مشاهدينا نتعرف على حالة الطقس. القاهرة العظمى 36، الصغرى 23، الإسكندرية 32-22، شرم الشيخ 37-30، الغردقة 34-25، الأقصر 37-23. أما عن أسوان فالعظمى 40 والصغرى 24. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. أتوجه بالشكر لزميلتي أمل. شكرا دارين. شكرا أستاذ مصباح رئيس القسم الاقتصادي بالمصري اليوم. شكرا عبد. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا. تلتقون غدا ونشرة جديدة للمصري اليوم من القاهرة والناس. دمتم بخير.